السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي نعمل انا ورودينا اخر حاجة هي البيتي فور. انا عندي هنا كيلو دقيق وعندي 700 جرام من الزبدة، القالب الزبدة عندي كيلو اهو، انا نزلت منه شوية يعني كيلو الا ربع كده زبدة. وعندي هنا 6 بيضات وعندي 2 كوبايتين سكر بودرة وعندي بيكنج باودر وفانيليا. فانا حطيت الكبة بتاعتي، طبعا غسلتها كويس قوي من البصل، وفي سكينة تانية بتتحط للضرب البيض وضرب الحاجات دي. فدلوقتي هضرب الزبدة وهضربها كويس جدا لحد ما تبقى لونها بيتغير كده، بيدي للأبيض كريمي. فهبتدي أشتغل معاكم دلوقتي، هضربها كويس قوي وهرجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده رضينا ضربتولي وبقت الزبدة عاملة ازاي، مضروبة ولونها اتغير خالص. فأنا هبتدي أحط السكر وهنضربه تاني. بسم الله، 2 كوباية سكر اللي عندي، هنضربهم وهنرجع لكم. رجعت لكم بعد ما ضربت الزبدة مع السكر. دلوقتي هنحط البيض، هضرب البيضة واجربها. في ناس بتعمل البياض بس، فانا هحط، صراحة انا جربته كتير بالطريقة بتاعتي ديت، بتبقى حلوة جدا. يعني بحط البياض والصفار، انا هودي الصفار فين يعني، فانا هحطه وهعمل الطريقة بتاعتي اللي انا ايه بعمل بيها، صراحة حلوة قوي، بيطلع هش كده وجميل. هعمل كده عشان ما تكونش فيه بيضة بايظة. بسم الله، كده انا هضرب البيض مع السكر والزبده وهرجع اوريكم شكلها بقى عامل ازاي. رجعنا لكم بعد ما خلصنا الضرب، بقت كريمي قوي وشكلها حلو جدا. فانا دلوقتي رودينا هتحط الكيسين الفانيليا وانا هحط رشه بيكنج باودر على الدقيق. ورشه ملح. دلوقتي هضربهم تاني عشان الفانيليا وبعد كده هرجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده بقت عاملة ازاي. بسم الله، كريمي خالص اهي، البيض مع السكر مع الزبدة. دلوقتي هننزلها على الدقيق. وشوية دول بقى هلمهم بإيه، بشوية دقيق وهضربهم تاني. بسم الله، هقعد اخلط ده بقى، امسح ايدي. بسم الله، بسم الله الرحمن، هقلب بس كده، هلم الدقيق كده مع الزبدة. هعجنهم كويس قوي وهاخد شويه دقيق واحطهم في الكبه اللي احنا عملنا بيهم الزبده عشان في قلبها شويه زبده، هقلبهم واخدهم بقى عشان ما اسيبهمش. رجعت لكم بعد ما لميت العجينه، بقت بالشكل ده، حلوه قوي وطريه وجميله. رجعت لكم بعد ما لميت العجينه، بقت بالشكل ده عجينه البيتي فور، بجد حلوه قوي. طبعا ما بيتحطش عليها اي سوائل ولا لبن ولا ميه ولا اي حاجه، بالدقيق بالزبده والسكر والبيض. دلوقتي قسمتها لنصين زي ما انتم شايفين كده، فانا هاخد النص ده هحط عليه 2 معلقة كاكاو، لو حابه تحط لها زبده شوكولاته سايحه
براحتك، بس انا بجربها بالكاكاو، جربتها كذا مرة بتديني نتيجة حلوة قوي. وهلمها بقى كده بالراحة خالص لحد ما ايه ما تدي معايا اللون الشوكولاتة كده، هدعكها والمها كويس قوي وهرجع لكم، عشان انا مش عاوزة اطول عليكم، عشان الفيديو بتاع البيتي فور بالذات بيبقى طويل قوي وليه تفاصيل كتيرة قوي. زي ما انتم شايفين كده اللون بقى بتاعها عامل ازاي، وكده دي البيضة ودي الشوكولاتة. دلوقتي هسيبهم في التلاجة يستريحوا، وبعد كده هنرجع نشكلها زي ما احنا عايزين. رجعت لكم وجربت البيتي فور زي ما انتم شايفين كده. انا عندي مكنة البيتي فور دي، مسدس كده اهي، فيها الحاجات بتاعتها الاشكال بتاعتها، وبتتعمل كمان ممكن تشكلي بيها الترط والحاجات ديت اهي، الاشكال المختلفة اللي انت عايزاها اهي. دلوقتي بس خلي بالكم عشان ايه الحاجات دي بتبقى ضعيفة، دي اتكسرت بتحط هنا عشان تشدي دي وتطلعيها. فانا دلوقتي هفتحها، اخترت الشكل اللي انا عايزاه، هاخد حتة عجينة، بسم الله، خدت الشكل ده هقفلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هقعد بقى ايه اعمل كده، هضرب كده لحد ما تنزل ضربة واحدة. لا دي مش حلوة. بسم الله كده، هي على ما تنزل اهي. بسم الله زي ما انتم شايفين كده اهي. ايه رأيكم؟ انا بقى همشي بالطريقة ديت وبالشكل اللي انت عايزاه، وبعد كده هرجع لكم. رجعت لكم بعد ما خلصنا البيجي فور، بقى شكله كده. هنطلعه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده هيبرد كده اهو، خلصناه. طبعا هنسيبه يبرد شوية عشان نزينه زي ما احنا عايزين. عملت شكل الوردة الشكل ده، وده بالشوكولاتة زي ما انتم شايفين كده. طريقته حلوة قوي وسهلة جدا زي ما احنا انتم شفتوا المقادير معايا والطريقة معايا. فدلوقتي كده انا هسيبه يبرد شوية وهرجع نزينه ان شاء الله مع بعض. رجعت لكم تاني بعد ما برت معايا البيتي فور. عندي هنا فرماسي شوكولاته، فرماسي الوان، وعندي هنا جوز الهند، وعندي طبعا المربى، مربى مشمش. بسم الله الرحمن الرحيم. هفتح المربى في ايدي على فكره. بسم الله. انا بقيت زيك يا رضينا مش قادره افتح حاجه، هفتحها وارجع لكم. رجعت لكم. دي شكلها ايه؟ الغطا ده يختلف عن الغطا المربى خالص والصلصه والحاجات ديت. فليها سهم كده وبتتفتح بالسكينه كده وبتتفتح على طول. بعد معاناه عرفنا، بعد معاناه عرفنا على راي رضينا. فانا هفضي المربى كده. طيب لا بسم الله الرحمن الرحيم. بس بعد التعب بتبقى طعمها حلو. ايوه
ما فيش حاجه بتيجي بالساهل صح. ما دي اول واحده اكلها كده بقى ايه هنبتدي. رودينا نسيت اقول لكم، رودينا اول ما الاذان اذن امبارح فطرت على الايه على الكحك ودقيته، لقيته جميل. واول امبارح كمان واول البسكوت البسكوت كمان طلع ايه كان جميل جميل. بصوا لسه كده ما شفتش بلبن. يلا دودو هات المعلقه ونبتدي نعمل. يلا معانا معلقه. عندي عيل البتشيفور هعمله كده بالمربى، وهجيب البسكوتة التانية البتشيفور التاني كده اهي هعوزها كده مربى فرماسيه اهو زي ما انتوا عايزين بقى كده. هحشيها كده بالطريقه ديت. هاخد واحده تاني. يلا يا رودي كده شاطره. ما انت عارفه بس ما تحطيش كتير، ما تحطيش عشان ايه ما يطرش قوي يعني. والله كنت عارفه اعمل ايه، عارفه الزيادات دي والله كنت هنصها. ايه كانت هتاكلها. يلا اعمل ايه بقى يا جماعه؟ انا كده حطي بقى اللي انت عايزاه، فارماسيل ملون شوكولاته. انا هحط شوكولاته زي ما انت عايزه. شوكولاته وانا بقى احب جوز الهند. زبيب ده اسمه ايه؟ جوز الهند. قلتيها الاول بعد كده قلت زبيب. ايوه اتلخبطت زيك. شوكولاته لا يا رودي ظبطي يا ماما، مش من ناحيتين، من ناحية واحدة. بتجيبي ده كل ده ما انا اللي هاكلها. اعملي بقى وتقولي لي انا اللي هاكله. هتاكلي كل اللي هاكلها كلها. ماشي. بتاع طري على فكرة. بس بحبها. طري اوي. نعمل بقى ايه تاني؟ حط كده. ملون. انا حطيت الملون اهو. انا برصه في الطبق ده وبعد كده هنرصه في العلبة. بالراحة يا رودين. كده سميت الله طبعا اكيد لازم نسمي الله في كل حاجه. ما فيش كده لسه مسميه. وانا اقول ما عرفتش ليه هعمل بالبتاع دايما. هاخد من بتاعي الورده، شكل الورده دي. لا بحب الورده، انا عملت من الورده. هو انا عادي احط من هنا عشان اعرف ازاي. انا بعصها من هنا. بصي كده وبعد كده في الاخر اعمل كده. بصي بعملها كده اهي، اعملها كده يا رودين كده اهي. وبعد كده هحطها جوز الهند في جوز الهند. مصممة كده اهو. جميلة. بص شكلها جميلة. ما تملاش قوي يا رودين. لا بحب عشان هيتدلق. بحب الفرماجي. بحب الفرماجي. بحب الفرماجي. اهي كده عملتي واحدة من عند رودين بقى كده. هعوزها كده نعملها شوكولاته كده. هنخلص ونرجع نوريكم عملنا ايه انا ورودينا كده. رجعت لكم بعد ما خلصنا البي جي فور بقى بالشكل ده اهو. دي الكميه اللي احنا عملناها. دلوقتي هنجيب العلبه بتاعتنا او العلبه اللي انا وريتها لكم امبارح اللي شلنا فيها الكعك. انا دلوقتي هشيلها في العلبة دي البلاستيك وهرصهم ويبقى كده الوصفات بتاعت الكعك والبسكوت والبيتي فور خلصت بتاعت العيد. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الوصفة بتاعتي عجبتكم والطريقة بتاعتي عجبتكم زي ما انتم شايفين كده. وما تنسوش بقى اللايك والشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.